شرف بحضور الكتلة الشبابية للدعوة وتلبية الدعوة. المؤتمر النهاردة أهدافه معمولة نوضح لكل الزملاء المحامين ولكل الأعضاء أو لكل الكيانات النقابية والكيانات الشبابية إيه هي أهداف الكيان الرياضي أو إيه هي أسبابه للنقابة العامة للمحامين. أولا الكيان الرياضي ده بيمثل النقابة العامة للمحامين، معناها أنه بمسمى المحامين كلهم، ما هياش نقابة فرعية، لأن الموضوع ده بيتداول في بعض الزملاء من النقابات الفرعية إسماعيلية ومطروح وإسكندرية ومنصورة بيسألوني طب هو دوت لنقابة القاهرة بس؟ لا، الكيان الرياضي ده معمول باسم النقابة العامة للمحامين، يعني المحامين كلهم، ملهوش علاقة بأي نقابات فرعية. أهداف الكيان الرياضي، الموضوع ده أنا حاولت أوضحه أكتر من مرة، وقلنا إن إحنا مؤسسة قانونية تعتبر من أكبر صرح قانوني، أو هي يعتبر لا تقل عن مؤسسات الدولة زي الجيش، زي الداخلية، زي الإنتاج الحربي، زي مؤسسات حتى الخاصة. إحنا أي مؤسسة دلوقتي في الدولة ليها كيان رياضي أو ليها مؤسسة رياضية. يعني إحنا شفنا أندية، أنا واحد من الناس شاركت في أندية الداخلية، وحتى الشركات المقاولين العرب ما هي شركة، فكل دي مؤسسات. فليه احنا ما يكونش لينا كيان رياضي او نادي رياضي زي بقيه المؤسسات اللي بتمارس حقوقها؟ الموضوع ده منعزل تماما عن النقابه. اخيرا كان برضو روج الموضوع دوت ان انا لقيت حتى البنوك، حتى بنك مصر وشركه مترو الانفاق لقيتهم بياسسوا نادي في الوزاره، ده اثناء سير الاجراءات اللي احنا ماشيين فيها. فانا لما لقينا في البدايه ان نادي الداخليه ونادي طلاع الجيش والانتاج الحربي والمؤسسات الدوله كلهم بيمارسوا، فاحنا في البدايه طبعا طرحنا الامر على السيد النقيب العام اللي بنشكره طبعا شكرا جزيلا على وقفته معانا ومساندته للمشروع، لان هو يعني عانى بصراحه معانا في الموضوع دوت. طرحنا الامر عليه في البدايه ان احنا عايزين ناسس كيان رياضي للمحامين يشارك في الدوري. لقينا عقبات قابلتنا، لقينا بعض التعطيلات اللي كانت هتواجهنا في وزارة الشباب والرياضة، لجأنا ان احنا ندخل بفريق الكورة او بالكيان اللي متواجد معانا دوري الشركات. طبعا في البداية النقيب ما كانش مرحب بدوري الشركات، ولكن احنا اوضحنا ان وجود دوري الشركات بنحافظ على الكيان اللي موجود، بندي فرصة للزملاء اللي موجودة ان هم يستعدوا استعدادات تامة علشان الدوري الدرجه الرابعه ان شاء الله، وبنشوف ايه يسمح وايه ما يسمحش. وبالفعل بعد انتهاء دوري الشركات كنا ماشيين في اجراءات التاسيس في وزاره الشباب والرياضه، والحمد لله قدرنا انا وفريق العمل اللي متواجد معايا اللي بوجه لهم كل الشكر انجاز ملف في وزاره الشباب والرياضه، رغم ان كان في تعنت كبير من لدى الموظفين في الوزارة أو في مديرية الشباب والرياضة، ولكن الحمد لله أنهينا التأسيس على خير وأنهينا الهيشرة على خير، والآن بنسير في اتجاهات معينة وهي تقديم المستندات الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم. الفريق طبعا هيشارك السنة دي بإذن الله بإذن الله في الدرجة الرابعة للاتحاد المصري لكرة القدم. هنشارك في بطولة كأس مصر لأول سنة المحامين عموما يكون لهم نادي يمثل في النقابة ويمثل في النادي في الاتحادات المصرية. عندنا أنشطة تانية طبعا زي نشاط الكاراتيه، هندخل بعد كده السباحة، التنس طاولة، الطائرة والسلة، ولكن هنبتدي فعلا نشتغل فيه في خلال الفترة المقبلة وخلال الأسبوع المقبل نشاط الكاراتيه. طيب الناس بتسالني بتقول لي انا يعني عايز اشترك في الكاراتيه. طيب احنا في لجنه مختصه، سواء عاوز تكون مدرب او عايز تكون لاعب، الموضوع ده معمول لابناء المحامين وللمحامين. بالنسبه لنشاط الكاراتيه احنا معانا بعض السيفيهات اللي متقدمه للمدربين، هنختار اللجنه هتختار الانسب منهم تحت اشراف الاستاذه خلود، هي اللي ماسكه الملف. هنشوف المدرب الانسب لابناء المحامين. طبعا ابناء المحامين اللي هتشترك في ملف الكاراتيه هيخشوا الاتحاد المصري للكاراتيه، هيشتركوا باسم النقابه. المقر اللي هيكون فيه تدريب الكاراتيه هيكون في النادي هنا في الصاله، الصاله الثانيه اللي موجوده في النادي. هيتم جمع الاوراق المطلوبه منهم خلال فتره قريبه جدا.
وكذلك الفريق الاول لكره القدم، علشان ما اطولش على الساده الزملاء وعلى الساده الاعضاء، الفريق الاول لكره القدم يبقى الملعب ان شاء الله المكان الرسمي بتاعه مركز شباب زينهم. بنتفاوض خلاص مع الاداره في الاجراءات الاخيره عشان نبدا الاختبارات. الاختبارات هتبقى موجوده للمحامين ولابناء المحامين في مركز شباب زينهم خلال 10 ايام بالكثير. على اساسها هيتم اختيار اللعيبه، في جهاز فني موجود للفريق، في قطاع ناشئين معمول للفريق، هيبتدي يحدد احتياجات الفريق الاول. وعلى اساسها قطاع الناشئين هيبقى موجود 4 فرق لقطاع الناشئين من ابناء المحامين. بالنسبه رد الاخير، كانت الناس مش عارفه، بنواجه انتقادات كتيره جدا خلال الفتره الاخيره. انا بقول لهم بنشكر كل الزملاء اللي كانوا بيدونا انتقادات، يمكن بعض الزملاء اللي في الفرقه معانا هنا عارفين الانتقادات كانت ماشيه ازاي. احنا الانتقادات اتكلم زي ما انت عاوز وقول زي ما انت عاوز، الكيان شغال والكيان وصل لنجاح الحمد لله. طبعا كله في الفضل الاول والاخير يرجع لدعم النقيب ومساندته لينا، لان لولا النقيب في ثغرات كتير وقفت قدامنا ما كانتش حاجه هتتعمل. المقر اللي تم اشهاره هو مقر النادي النهر للمعادي، اصبح هو نادي رياضي معتمد بمستندات رسميه لدى وزاره الشباب والرياضه. طبعا النادي ليه اعضاء مجلس اداره، هعلنهم لاول مره. طبعا النقيب العام للمحامين الاستاذ سامح عاشور هو رئيس مجلس الاداره للنادي. كان الاستاذ الله يرحمه الاستاذ خالد ابو جريشه كان امين الصندوق رحمه الله عليه، ومعانا الاستاذ يحيى التوني نائب رئيس مجلس الاداره، ومعانا الاستاذ سيد عبد الغني والدكتور ابو البكر الضو والدكتور مصطفى البنان والاستاذ احمد ابراهيم اعضاء مجلس اداره النادي. فانا بشكركم في نهايه حديثي على تلبيه الدعوه، وبنعد الجميع، بنعد كل الزملاء المحامين الجميع معنا على مسافه واحده. الموضوع ده مش موضوع شخصي، ده مشروع معمول لنقابه المحامين، مشروع بندي للكل. اذا ما كانش ليك الحق في ممارسه النشاط فلا ليك لاولادك ممارسه النشاط. الموضوع ده كان متغيب على النقابه تماما، ما حدش عمل على الملف منذ انشائه. الحمد لله نجحنا، وبشكركم اخيرا على تلبيه الدعوه وشكرا جزيلا. طبعا في بدايه الامر حابب اشكر كل الساده الحضور، ويعني بشكر الاستاذ اسلام على الفكره اللي هو انشا لينا كيان رياضي لنادي نقابه المحامين. طبعا في ناس مننا كتير كانت بتتمنى ان هي يبقى في فريق كوره تشارك فيه، او كافه الانشطه الرياضيه ان هي تقدر تشارك فيها. والموضوع دوت بالفكره اللي الاستاذ اسلام طرحها علينا، الحمد لله بقى في كيان رياضي، كل حد عايز يمارس نشاط رياضي ليه علاقه بكره قدم، بكاراتيه، بالكلام ده كله، هيقدر ان هو يشارك من خلال الكيان ده ومن خلال النادي ده. وطبعا الفكره في الاول كان في مشاكل وفي صعوبات كتير واجهتنا في بدايه الموضوع، بس الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نتعامل مع الصعوبات ديت بدعم من السيد النقيب ومن الساده اعضاء المجلس ومن الساده زمايلنا اللي كانوا معانا في فريق كوره، اللي يعني حابب ان انا اشكرهم جدا، لان هم كان ليهم دور كبير جدا في ان الموضوع ده يكمل، وان احنا نفضل مستمرين لغايه النهارده، وان احنا نقدر ان شاء الله نكمل ابعد من كده. وبدعم السيد النقيب والساده الاعضاء والساده زمايلنا من الحضور، باذن الله يكون في فريق كوره وكيان مميز يقدر يمثل تمثيل مشرف لنقابه المحامين باذن الله. شكرا لحضراتكم.